سريعة ولادية لكنها جاءت عكسية جزائرية بهجمة سريعة من فابريس مع محسن ياجور. هي كرة الجول. يا وداد حمراء وبيضاء، شكون هي؟ هي الوداد عينية في كرة جميلة جدا في هجمة عكسية سريعة، قادها محسن ياجور، فابريس انضم. نتحدث عن الهدافين، هنا الفرحة في المدرجات، هنا الشعب الحمراء والبيضاء في سعادة غامرة. هي البداية فقط، هي البداية، ومازال الوداد الرياضي يعلن صراحة في ثاني مباريات الشامبيونز في دور المجموعات. هنا كرة جميلة جدا، الهدافون حاضرون كما حضروا في مباراة الأهلي في موقعة ملعب الكلية الحربية. نشاهدوا اللقطة من جديد، هنا المتابعة بلمحة الهداف، بلمحة الهداف فابريس اوندما فعلها في مباريات الإقصائية. هو يؤكد من جديد أمام المولودية، واحد لا شيء، واحد لا شيء للوداد الرياضي. الشعب الحمراء والبيضاء الآن في سعادة غامرة مع نادي الرجاء في الفترة الأخيرة. أجدو يسعد في هذه اللحظات الآلاف بل الملايين من عشاق الحمراء والبيضاء. الثاني 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 أجدو الثاني الثاني، تسعد الملايين من عشاق الحمراء والبيضاء في الربوع المغربية. هنا الوينرز الحاضرين بالفراش، جمهور الفريميشا وكذلك أنصار الوداد في كل مكان بالمغرب، من طنجة العالية للكوير العزيزة. العشاق كثر، الحمراء والبيضاء تتسيد مشهد الجولة الثانية في الديربي المغاربي بين الوداد الرياضي والمولودية من الجزائر. إذا أحمد أجدو الخبرة حاضرة، التركيب، الكرة لفابريس ممتازة. في أمسية سعيدة بنكهة حمراء وبيضاء وبفرحة الويلرز هنا بمدرجات مركب محمد الخامس. فيها ذكاء، فيها انسجام، فيها تناغم بين العناصر الودادية. توجت بهدف الثالث، ويا فرحتك يا ميشيل دو كاستيل بهذه الثلاثية أمام المولودية. ذكرتنا بطقوس وأجواء الديربي المغاربي بين الموروكو وألجيريا هناك بالمدينة الحمراء عندما فاز المغرب برباعية كاملة. هل يتكرر السيناريو في هذا الديربي المغاربي؟ هنا أيوب، هنا الخالقي، ذكرنا بسيناريو القاهرة، ذكرنا بسيناريو مباراة سيمبا. انطلاقة ودادية بفاصل مهاري بتصديدة، يا سلام، الله 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 على الحمراء والبيضاء، والله على الأهداف التي تأتي بهذه الصورة. باسكال يا باسكال، بطريقة الفنانين الكبار، بطريقة اللاعبين الكبار، تصنع الرابع وتعيد إلى الأذهان ملحمة مراكش. مباراة مراكش 4-0. هنا الموعد يتكرر، السيناريو يتكرر، رباعية كاملة في ديربي مغاربي بين المولودية والوداد. ما هذا الإبداع؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الدلال؟ بكرة ولا أروع في شباك الحارس، في شباك الحارس سفيان عز الدين بطريقة لن ينساها عشاق الحمراء والبيضاء. هدف ولا أروع،